كل عام وحضراتكم بخير، كل عام والشعب المصري العظيم بخير. غدا بمشيئة الله أول أيام عيد الفطر المبارك، عيد سعيد وأيام سعيدة على شعب مصر العظيم، ويا رب دايما بلدنا أم الدنيا في أمن وأمان وسلام ورخاء بمشيئة الله. أعزائي المشاهدين، هذه تحياتي، المعلق الرياضي محمد الكواريني يحييكم من هنا من معقل الرجال من استاد الجيش في برج العرب، وهذه المباراة الكبيرة في لقاءات الجولة 26 من عمر الدوري المصري الممتاز هذا الموسم. هذا اللقاء كبير، هو ديربي القناة يجمع الكبار، النادي المصري البورسعيدي أمام نادي الإسماعيلي. نتمنى بمشيئة الله الاستمتاع والإمتاع بكل لحظة بكل ثانية من عمر هذه المباراة. طبعا لقاء كبير ولقاء مهم ولقاء قوي بكل تأكيد، ودائما لقاءات الإسماعيلي والمصري بتكون على صفيح ساخن، وإن شاء الله تكون المتعة والجمال والإثارة والأهداف تكون هي عنوان لهذه المباراة. النادي المصري هو صاحب الأرض اليوم، يدخل لقاء اليوم بيحتل المركز الثامن برصيد 35 نقطة من 24 مباراة، أما الإسماعيلي فهو حاليا بيحتل مشاهدينا مركز 14 برصيد 23 نقطة ولكن من 23 مباراة. نزول أيضا الإسماعيلي يسعى من أجل الفوز، يسعى من أجل الوصول للنقطة رقم 26 ومنها الوصول للمركز طبعا الرقم 14 في الدوري. بدأ الشوط الأول، المصري هيكون على يمين الشاشة من عصام صبحي في نص الملعب، تصل ناحية سيرجي أكا أمامية، انطلاقة الأمام سرعة من محمد حسن، حسن مع كورة لما كورته حلو، باصة جميلة منتهى الخطورة، كريم الديب تصل على الشمال، محمد الشيمي هوبا تصويبة الشيمي، تصويبة حلوة الهدف ولكن تعدي، يا الله يا الله، مهارة وقدرات فنية غير عادية بقدم محمد الشيمي، عدى وفات بعرض الملعب وتصويبة قوية. هذا هو محمد الشيمي ولكن في النهاية في تسلل على الشيمي من الأول، راية من المساعد الأول سمير جمال وصفارة من حكم المباراة الكابتن نادر أمر الدولة، تسلل موجود لصالح طبعا النادي المصري البورسعيدي. قصية من عصام صبحي ترجع للنادي المصري، انطلاقة سريعة بقدم عبدو يحيى، لسه مع كرة عبدو على اليمين لحسن علي، حسن والتحضير واللمسة والرؤية والباص طولي قوي ولكن يمسكها بتألق الحارس محمد كوكو، في التحام كمان من عبدو يحيى، التحام وإنذار من نصيب المهاجم عبدو يحيى، خد انذار عبدو يحيى في التحام مع الحارس محمد كوكو، وكده حتى الان انذارين في اللقاء، انذار لكل فريق حتى وقتنا هذا، يعتبر الانذار رقم 52 للنادي المصري وانذار للاسماعيلي يعتبر رقم 45 لنادي الاسماعيلي. النادي المصري في هذا الموسم حصل لاعبيه على 5 بطاقات حمراء، بكر لعمرو موسى لإلياس، لسه مع كرة إلياس وحكم اللقاء بيصفر بنهاية الشوط الأول في لقاء النادي المصري والإسماعيلي في لقاء الأسبوع رقم 26 من عمر الدوري المصري الممتاز. الشوط الأول سريع، والشوط الأول يعني إلى حد ما كانش فيه خطورة على المرمين ولكن سرعة في الأداء وعزيمة واضحة في أداء الفرقتين من أجل هز الشباك. في النهاية شوط أول بالأهداف في هذه المباراة حتى الآن. بشكركم، استراحة ثم نعود، فإلى اللقاء. المصري الكابتن نادر أمر الدولة أخرج بقولكم 4 بطاقات صفراء في اللقاء حتى الآن. الشوط الثاني بدأ، المصري على الشمال، نادي الإسماعيلي أصبح الآن على اليمين، ونتمنى الشوط الثاني يكون أكثر متعة وجمال ونشوف فيه أهداف بمشيئة الله. الرأسية واللمسة بقدم محمد حسن، التحام فضائي قوى فاول على كريم الديب، لعب بسرعه المخالفه عبدو يحيى، الباص بعيد منتهى خطوره خطيره جدا ولكن التسلل موجود على محمد جريندو، التسلل واضح على جريندو، الرايه صح وصفاره صح والقرار صح الصح. رايه من المساعد الاول سمير جمال وصفاره من حكم المباراه الكابتن نادر امر الدوله. ادي العاده مره ثانيه، تسلل بفدان من محمد عبد اللطيف جيرن على طول ناحيه بارو محمدي، باصه حلوه على اليمين، تحرك روعه لفراش شواط،
لسه مع كرة في راس ساندا طاس تانية لعبد الرحمن مجدي، لسه عبد الرحمن لما كورته حلو عدى حلو مهارة عبد الرحمن عدى خطير تصويب ومتابعة واللمس والهدف جول جوه جول. الهدف الاول النجم التونسي في راس شواط يخطف الهدف الاول هدف التقدم للاسماعيلي في الدقيقة 60 من عمر المباراة. مهارة فردية غير عادية للاعب ممتاز جدا اسمه يا سيدة عبد الرحمن مجدي، عمل مهارة وعمل انطلاقة وتصويبة وصدة ومتابعة جميلة جدا من النجم التونسي في راس شواط عشان نادي الاسماعيلي يسجل الان الهدف الاول هدف التقدم في الدقيقة 60 والهدف السادس للنجم التونسي في راس شواط في الدوري المصري في الموسم الحالي. هدف بصناعة النجم عبد الرحمن مجدي، هذا عبد الرحمن من مكان صعب ومن زاوية صعبة عدى وفات بخبرة بقدرات فنية غير عادية ثم المتابعة زي الثأر مستنيها في راس شواط عشان انطلاق الامام من اكا. لسه اكا امامية حلوة على اليمين ناحية عبد الرحمن مجدي، انطلاق عنترية في محاولة في مهارة فردية بصة جميلة تعدي خطيرة الشامي الشامي والهدف التاني جول جوه جول. الهدف التاني للاسماعيلي بقدم منجت نادي الاسماعيلي محمد الشامي، محمد الشامي منجت الاسماعيلية يعملها ويجيبها ويسجل الهدف التاني، عملوها تاني وسجلوا الهدف التاني في الدقيقة مشاهدينا 64 من عمر المباراة. هجمة في انطلاقة للمرة التانية يظهر في الكدر للمرة التانية يتألق هذا اللاعب هذا الحريف هذا النجم الكبير عبد الرحمن مجدي يعمل انطلاقة ويلعب باصة حلوة وتحرك ممتاز بقدم اللاعب محمد الشيمي عشان يحطها جميلة على شمال الحارس محمود جاد عشان الاسماعيلي يعملها تاني ويفرح جماهيره للمرة التانية ويسجل هدف تاني في الدقيقة 64 من عمر اللقاء. نادي الاسماعيلي خطف النادي المصري في اربع. كانت اعزائي المشاهدين هزيمة امام سيراميكا 0-3 في الاسبوع رقم 18. هجمة مهارة حسين السيد عاوز يعدي حسين، عدى حسين والعرقلة وركلة جزاء وركلة جزاء لصالح النادي المصري على طول. حسين السيد بمهارة فردية عالية جدا عدى من واحد عدى من التاني ادي المهارة وادي اللمة ثم السقوط والعرقلة من عبد الرحمن مجدي وعرقلة موجودة من نصيب حسين السيد وحكم اللقاء يديها ركلة جزاء حاليا لصالح النادي المصري البورسعيدي. الركلة بقدم اكيد اللاعب التونسي الياس الجلاصي المتخصص في هز الشباك من ضربات جزاء. الياس هذا الموسم سجل مع المصري 3 اهداف والثلاثه كلهم من ضربات جزاء. ركله جزاء رابعه لنادي المصري في الدوري في هذا الموسم وركله جزاء سته على الاسماعيلي في الموسم الحالي. الركله بقدم النجم التونسي الياس الجلاصي ركله جزاء في الدقيقه 73 من عمر اللقاء. الياس وجها لوجه امام مين؟ امام الحارس محمد كوكو. هذا الياس 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 الجلاصي ومحمد كوكو حارس مرمى اثنين الاسماعيلي لا شيء المصري. تركيز من الياس وترقب من محمد كوكو الحارس كوكو والياس الياس الجلاصي حطها جميلة جول. الهدف الاول الهدف الاول للنادي المصري بركنه ركله حلوه قوي وحطها حلوه قوي حطها جميله جدا الياس الجلاصي حطها جميله على الشمال وعلى طول محمد كوكو يروح على اليمين. الهدف الاول للنادي المصري هدف تقليص الفارب في الدقيقه يا ساده 73 من عمر اللقاء. واحد المصري كورته عاليه على اليمين حلوه محمد جريندو سندورا لدغموم لما كورته حلوه عبد الرحيم دغموم بص بليه خطيره منتهى خطوره اسلام والاستلام والدفاع من الاسماعيلي دربكه الدفاعيه ترجع بطريقه خطيره التصويب ولكن التسلم موجود تسلم موجود من الاول على اسلام عطيه رايه من سمير جمال وصفاره من نادر امر. لسه كريم عاليه ترجع ورا
للعراقي. العراقي طلع كرته الان، حكم اللقاء بيصفر بنهايه المباراه. وفوز غالي وغالي جدا، وفوز صعب وصعب جدا، فوز الاسماعيلي اليوم على النادي المصري بهدفين مقابل هدف وحيد في ختام لقاءات الجوله رقم 26 من عمر الدوري المصري الممتاز. ديربي القناه ديربي مثير وجميل وممتع وغير عادي بكل التاكيد. طبعا بارك الفوز للاسماعيلي، واكيد مشاهدينا حظ اوفر بالنسبه للنادي المصري. مشاهدينا بشكركم، تقبلوا تحياتي المعلق الرياضي محمد الكواريني، لكم مني كل التحيه. وفي الختام كل عام وحضراتكم بخير، وعيد سعيد علينا وعلى الشعب المصري وعلى جميع الشعوب العربيه والاسلاميه، عيد الفطر المبارك، عيد سعيد، ايام سعيده. تقبلوا تحياتي، شكرا. وفي الختام احلى كلام واحلى سلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.